معنا وين ما كنتوا تابعوا فينا الستة وعشرين دقيقة، مواصلين معاكم حتى للثمانية متاع الليل. نرجعوا على أخبار سارة المراهيذية جينا من إيطاليا، وبالتحديد من النائب عن التيار الديمقراطي مجدي الكرباعي، اللي أعلن منذ قليل على من خلال تدوينة ليها على صفحة متاعه الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه تونس ربحت القضية المتعلقة بالنفايات الإيطالية. ونعرف أهمية القضية هذه منذ مدة تقريبا، القضاء على أشد في أخذ ورد حول مجريات هذا الملف، وكنا نستناه بطبيعة في البت النهائي وإلا القرار النهائي من القضاء الإيطالي حول هذا الملف. دونك باش ناخذ المعطيات الجديدة وين وصل وين وصلت القضية هذه وشنو جديد في الملف هذا، وناخذ بطبيعة تفاصيل كاملة عن الحكم شنو بالضبط. حاضر معنا بالتليفون النائب مجدي الكرباعي، مرحبا بك سيدي، اهلا وسهلا. عسلامة، مرحبا بك، مرحبا مستمعات مستمعي إذاعة راديو ميل. شكرا لك، اهلا وسهلا، مرحبا بك. كما قلت قبيله شويه وصلت لنا خبير يفرح، يبدو انه ثم الجديد. اعطينا بالتفاصيل شنية جديد ملف نفايات ايطاليا، اللي الملف هذايا نذكروا انه هو كان موجود عند القضاء الايطالي قاعد يبت فيه مع الشركه بطبيعه اللي كانت صدرت والا نقلت هذا هذه النفايات الى تونس. شنو جديد اليوم؟ الجديد هو اليوم كونه يوم 26 جويلية تم نطق يعني بالحكم النهائي واللي هو صادر على المحكمة العليا، لأنه كان نذكره في ديسمبر منطقة كامبانيا قامت بي يعني بعد ما اكتشفت يعني أنه الحملة الشحنة هذه متاع النفايات أنه تم التلاعب فيها ببعض الأوراق وكذلك تدليس، وهذا ما أثر ونذكره إلى إيقاف وزير الشؤون المحلية والبيئة وكذلك عدة إطارات أخرى في وزارة البيئة وفي كذلك في الديوانة. شركة فهمتي الإيطالية ما لم يعجبها هذا القرار اللي هو صادر على منطقة كامبانيا، واللي تجبر الشركة دي إنها ترجع النفايات على حسابها الخاص. كما قلت الشركة هذه معناها بقت مطل وتقدمت بقضية لدى محكمة الناحية في إيطاليا في منطقة نابولي تحديدا، وطلبت أنه يقع يعني رفض هذا القرار اللي هو يجبرها أنها ترجع النفايات. دونك القرار اليوم نهائي، معنى الحكم نهائي. أي هي ما وشنية بالضبط تصير أنه تقدم يعني تقدمت بقضية لدى المحكمة في نابولي. محكمة نابولي قالت لها يعني أنا هذا مش من اختصاصي وأنت مجبرة بإرجاع النفايات هذه. قدمت كذلك قضية لدى محكمة لاتسيو، رجعت لها نفس يعني نفس الإجابة، قالت لها هذا ليس من اختصاصي. اليوم هي استنفت يعني كما قلنا احنا الاستئناف هذايا الأخير اللي بقالها هو المحكمة العليا اللي تنظر في جميع معناها فهمتي قضايا الاستئناف واللي تعطي الحكم النهائي، رجعت لها قالت لها واضح قرار محكمة نابولي وواضح كذلك قرار منطقة كامبانيا اللي يجبرك انك تراجع النفايات، فيجب عليك أن تطبقي هذا القرار ومعناها إذا تحب تمشي قلت لها معناها واضح وضحت لها يعني في القرار اللي صدر اليوم على المحكمة، قلت لها إيك أنت كان معناها توجه في خطابها للشركة تقول لها أنت كان عليك أن يعني تتظلمي لدى السلطات التونسية مش لدى السلطات الإيطالية، لأنه مادام أنت تحكي على أنه التزوير صار من قبل الإدارات التونسية فكان عليك أن تتوجه للسلطة التونسية ليس للسلطة الإيطالية، ويبقى معناها فهمتي القرار المنطقة كامبانيا نافذ وعليك ب يعني بتطبيقه وهو إرجاع النفايات. الحكم معناها مربوط بتاريخ محدد لإرجاع النفايات هذوما، وإلا باش يفتح الباب إلى أنه ينجم الشركة هذية تتظلم لدى القضاء التونسي وتأجل قرار إعادة النفايات. الحكم هو يعني يعطي لمنطقة كامبانيا إنها يعني تقوم بالتنفيذ
بالتنفيذ فيش بالتنفيذ، لأنه ما ننساوش اللي كونه الشركة الإيطالية عندها راهي ضمان مالي حاطته اللي هو ما يقارب على 6 مليون أورو. فبالتالي يمكن هنا تو معناها بعد صدور القرارات يمكن انه في الايام القادمه يصدر قرار انه يتيح لمنطقه كامبانيا انها تتصرف في الضمان المالي هذاك اللي هو ما يقارب 6 مليون اورو، وتبيع هذا ما يساعدش الشركه الايطاليه. فهي يعني تقول لك باقل الاضرار نجم الشركه الايطاليه معناها باقل الاضرار، معناها هنا السيناريوهات هذه معناها المفترضه تو نجم تمشي الشركه الايطاليه تجيب النفايات بأقل الأضرار وأقل المصاريف. نجم الشركة الإيطالية كذلك يعني واللي هو ينجم تنجم تمشي فيه كونها تقايض بأنها معناها تعلن إفلاسها، وبالتالي ما معناها تتخلى كومبليتمون على الحكاية هذه استرجاع النفايات، يبقى استرجاعها في معناها مسؤولية منطقة كامبانيا. وهذا هو علاش مش محدد بتاريخ معينة ولا مدة زمنية، مش محدد بتاريخ معين، لكن هذا اللي وضحته انه اليوم الكورة في ملعب السلطات التونسية، اليوم الدبلوماسية كذلك التونسية عندها مارج كبير انها تطالب بتطبيق القرار القضائي هذايا. فمعناها قال الاخر احنا خدمنا خدمتنا وتوا على السلطات انها بحكم اللي هما معناها توا مع عبيدهم كل شيء. دونك هما السلطات التونسيه نحكي هما ينجموا يضغطوا ويرجعوا النفايات هذه بالقضاء التونسي. ينجموا توا اذا كان معناها تاكد انه الشركه معناها لازمها ومجبوره على استرجاع هذه النفايات، الدوله التونسيه هل تنجم الطالب الى جانب اعاده هذه النفايات توا تنجم الطالب بتعويضات لضرر معين، والا ما عندهاش الحق قانونيا؟ ما نعرفش اذا تنجم الطالب، لكن مش معناها القضاء الدولي ينجم يدخل لهنا. دونك ما ثماش حتى شيء يمنع انه الدوله التونسيه تطالب بالضرر اذا عرفت كيفاش تحضر الدوسي نتاعها، واذا عرفت كيفاش تتوجه الى القضاء الدولي تنجم معناها تاخذ تعويض في الحكايه دي. خويا مجدي توانا من تقريبا تبعنا الموضوع منذ بدايته من 2020، واحنا توا يظهر لي ذي من نسيت حتى قداش من مداخله معناتها معانا في الموضوع هذايا في موضوع النفايات، وكل مره نحكيه في موضوع النفايات ديما نحكيه على الجانب الايطالي. الجانب التونسي يظهر لي من اللي بدات القضيه حتى ليومنا هذا، حتى مع القرار النهائي من المحكمه العليا الايطاليه، الجانب التونسي كانه كيفنا كيفه معناتها قاعد يسمع في الاخبار ويتفرج. صحح لي كان انا غلط. صحيح بو انا باش نكون باش نتكلم تو متحفظ لانه رفعت عني الحصانه دونك نخاف على روحي. صحيح عندك حق في هذه نخاف على روحي. ليه شوف ما نحكيه بكل صراحه انه الجانب التونسي دوره كان غائب تماما، وباش نكونوا ماش نكونوا صريحين حتى انا كهبطت تونس معناها دير واردت اني نقابل وزير في كمال الدوخ اللي هو وزير الشؤون المحليه والبيئه بالنيابه وكذلك وزير الخارجيه، حبيت نقابلهم لي معناها البحث في هذا الملف وكذلك معناها الوقوف على اخر التفاصيل نتاعه. رفضوا يعني اقولها يعني بكل صراحه، رفضوا مقابلتي. فعلى عكس انه في ايطاليا يعني صدقني اخوي علي وصلت وساقولها يعني لاول مره، تم استدعائي الى البرلمان الايطالي وكذلك مجلس الشيوخ، وقابلت السيد رئيس لجنه مكافحه المافيا شخصيا، ويعني فرح كثيرا ووعدني بانه يعني سيعمل من اجل ارجاع النفايات هذه. يعني تصور انت في ايطاليا كان هناك تجاوب، الاتحاد الاوروبي كذلك ثم نواب يعني كانوا يعني ثم هناك تجاوب كبير. فوالا دونك هذه واضح التجاوب معناتها كي نسمعوا الحكم احنا ونعرفوا معناتها شنو هو اللي عمل الجانب الايطالي، لكن زاد يبقى الجانب التونسي اللي احنا
من هنا معناتها كدورنا كصحفيين واعلاميين طالبوا توا اليوم عندكم، معناتها انا طول كلامي موجه للسلطه التونسيه، اليوم ثم قرار نهائي يلزم الشركه الايطاليه انها تتكفل بارجاع النفايات، دونك ما ثماش علاش النفايات هذه باش تبقى عندنا في تونس وعلى الدوله التونسيه. لازم الضغط للتسريع تو بالتنفيذ القرار، تسريع خاطر نجموا يمشيوا المحكمه الدوليه هكا ولا معناتها الجانب إيه؟ هذا ما خالته كذلك، يعني كنت انا في اجتماع مع المستشارة الجهوية بمنطقة كامبانيا وكذلك المحامي، معناها المحامي هناك، وهم أكدوا لي أنه هذا القرار هو قرار نهائي، وعلى السلطة التونسية والإيطالية العمل من أجل يعني إرجاع النفايات هذه، وهم كذلك يعني متخوفين من سيناريو أنه الشركة هذه معناها يمكن قيد فلسة تعلن إفلاسها باش نجم تتهرب من قضية الإعادة، تعلن إفلاسها وستتهرب. فاليوم بالحق المسؤولية هي مسؤولية دبلوماسية وكذلك مسؤولية سلطتين هما التونسية وإيطالية. هذا هو توا كان الشركة تعلن إفلاسها وتتهرب من قضية من رفع ولا إعادة النفايات لهنا، هل الحكومة الإيطالية ولا دولة الإيطالية هي تتكفل بإعادة واسترجاع هذه النفايات، وإلا توا تونس لازمها تتصرف، ولا يعني في سيناريو هذا هذا متوقف على ما ستفعله هو ما والخطوة اللي بيستعملها السلطة التونسية. يعني اليوم أنت عند قرار قضائي، يعني قرار قضائي يجبر الشركة الإيطالية أنها تراجع النفايات، هذيك مشاكلكم أنتم الداخلية أنه شركة تعلن إفلاسها ما تعلنش إفلاسها. أنا عندي مشكلة أنه كوني عندكم نفايات لهنا، يبقى كذلك القرار القضائي التونسي اللي اليوم ما نعرفوش شنية شنية ينجم معناها ونوصل الملف تو، مازلنا ما نعرفوش شنية القرار القضاء التونسي راه باش نكونوا واضحين. ما هو يعني للاسف انه البرة معناها في ايطاليا تعملت الجلسات وخرجوا بقرار نهائي وانتهى الموضوع وحكم بيت، وفي تونس مازلنا في فوالا في معناها اي بالحق تو ما دام الدوسيات قاعده تتجبد، ثم دوسيات جدا مهمه يعني صحيح دوسيات الفساد و تمويل غير مشروع للأحزاب والجمعيات، صحيح هذيك حاجات حتى دوسي النفايات دوسي الفساد هذا مصالح تونس دونك علاش لا ما تجبدش توا معناتها، وتزامنا مع القرار هذا المحكمة قرار نهائي المحكمة. هذا هو أنا سبق وقلت بأنه هناك قرار وهناك يعني تقرير من منطقة كامبانيا يدل أنه أن الإدارة التونسية إدارة مخترقة من قبل يعني العصابات المافيا والفساد. دونك هذه هي اليوم راهو ملحق، إذا نحبوا نكملوا في اللي يحب عليه الشعب التونسي وهو معناه تنظيف الإدارة. ثم عندك راهو عندك إدارة اليوم مخترقة، عندك اليوم إدارة فهمتي فيها ناس قاعدة تخدم لمصالحها وضد مصلحة الدولة، فيجب فتح هذا الملف وخاصة ملف لونجاد ووزارة البيئة اللي ثم معناها نسبة كبيرة من المتورطين في ملف النفايات اليوم يلزمهم يتحاسبوا، لأنه هذه تعتبر عملية إرهابية ضد الدولة، هذه عملية فهمتني لا يمكن أن تغتفر، وهذا اعتداء على حقنا كتوينسة في بيئة سليمة وحق الأجيال القادمة في 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 بيئة سليمة. ونعطيك حاجة أخرى أخوي علي، إنه راهي ما كانتش الشحنة الوحيدة المتوجهة لتونس، كان ثم آخرين بعد ثم آخرين كانوا جايين، ثم شحنة متاع يعني متاع أسيد كانت متوجهة لتونس، ثم شحنة متاع فهمتي نفايات المضغوطة هذه الكومبوسيبل كانت متوجهة لتونس وتم إيقافها. فيجب اليوم على السلطة التونسية أنها تضرب بيد يعني بعصا من حديد من أجل إيقاف هذا النزيف داخل الإدارة التونسية، وراه صحيح راه إذا باش تبدل يعني ما نحبوش أنه تتبدل الفيترينة، ماذا بينا يتبدل حتى الديكور من داخل معناه فهمت يتبدل كومبليتمون باش هكاك نجمو نقولوا باللي كونوا صلحنا، لكن باش نجيو نحيو فهمتي ليتات
تبقى فهمتي العروق. العروق ما هوش مش يصلح شيء باش نرجعوا نفس معنى نقطة البداية. فوالا المحاسبة ثم المحاسبة باش نجموا كيما نقولوا نبنيوا على نظيف. فوالا هذا هو المطلوب. هذا هو المحاسبة. واضح دوسي واضح ما معناه فيه تابعنيه الناس الكل. الناس الكل يعني تفاعلت معاه سواء كان مجتمع مدني سواء كانت يعني سياسيين. وخاصة معناها أود أن أشكر يعني شبكة تونس الخضراء اللي ساهمت بدور كبير برشا. هناك يعني فهمتي برشا ناشطين في المجتمع المدني ساهموا كبير. يعني ظاهر يعني ظاهر للناس الكل إنه هذا دوسي فساد. فبالحق إذا نحبوا نتبعوه راهو أنا متأكد إنه هناك يعني خور كبير وراه الملف هذايا اللي إلى غاية اليوم مازال ثم تكتم. أنا أعتبر إنه مازال ثم تكتم في تونس. معناها تقصد ثم بعض الشخصيات ما تجبدتش في الملف هذايا؟ معناها مازلت عندها كان عندها تأثير مباشر ولا تدخل مباشر ولا غير مباشر في الملف؟ ينجم يكونوا على شيء لأنه مادام اليوم فهمتني معناها مادام اليوم النفايات هذية باقية في تونس ويعني الصورة كان في إيطاليا القضاء معناها فهمتي يتحرك والمجتمع المدني في إيطاليا يتحرك والسلطات الإيطالية تتحرك وإحنا في تونس ما نستمعين حتى شيء إلى غاية اليوم ما نعرفوش. إذا أنا سيد أقول معناها فهمتي مسألة النفايات هذية أنا يخليني يعني أشك. نشك سؤالي تطرح وقتها. فوالا ان شاء الله احنا هذوما الدوسيات كما قلنا والقضايا الثقيله اللي نحبوا بطبيعه القضايا ياخذوا مجراه فيهم ونحبوا نكشفوا على الناس اللي كانت ولا متورطه اللي كانوا في بصفتهم مسؤولين في الدوله ولا الناس زاده كيف اللي كانت في الوساطه ولا الشركه زاده كيف المسؤوله عن إيصال هذه النفايات إلى تونس. الكلها ثم بارشة ثم كما قال الريوس الكبيرة وثم العروق زادة كيف هذوما الناس الكل لازمها اليوم تتحاسب والقضايا خو مجرى ونعرفوا الناس المتورطين مهما كانت صفاتهم لأنه ملف كما قال النائب ملف خطير وخطير جدا وأمثلة كثيرة من هذه الملفات اللي ما زالت ما تحلتش ثم اللي تحلت وما زالت ما تسكرتش وثم اللي ما تحلتش جملة وثم اللي نتوقع زادة كيف باش تتحل في المدة الجاية. شكرا لك يعطيك الصحة. شكرا. قبلكم شيء لا أنا حبيت نقول كلمة اللي كونوا بالحق منيت اللي كونوا معناها النواب يخدموا على مسائل كمن هكا ونبعدوا عليك ترهات وحكاية والعارك والمعروف كان راو بالحق راو كنا نعمل حاجة به. هلا غالب معناها مجلس نواب كامل تعبى بالشعبوية وتعبى فهمتي بالعيات والزيات ما قدمنا شيء للشعب التونسي وعادي جدا من اليوم نتفهموا الغضب نتاعه ضد الطبقه السياسيه هذه اللي تعيش في البلاد. لو كان كل نائب او كل يعني فهمتي شد ملف وخدم عليه راي كانت تكون تكون معناها فهمتي الوضعيه مش توا اللي نعيشوا فيها. هلا غالب ان شاء الله الشعب التونسي فهمتي يفهم بالضبط ويعرف كيفاش معناها يختار ممثليه مستقبلا. فوالا يعطيك الصحة. شكرا لك. شكرا مجدي. يعطيك الصحة. شكرا للنائب مجدي الكربيعي عن التيار الديمقراطي على كل هذه التوضيحات وعلى المجهود هذا كيف اللي قمت به الكبير في هذا الملف. قبل ما نمشيو للموسيقى خلينا نقرا لكم فقط البلاغ الإعلامي اللي صدر على الصفحة الرسمية لراشد الغنوشي بعد يقول البلاغ هذا في على خلفية الرد على التصريحات الأخيرة اللي كانت لراشد الغنوشي على فيما يتعلق بموقف وإلا ما اعتبره الكثير تهديد للدول وخاصة إيطاليا بأنه إذا لم تتحرك ستكون هناك موجة من الهجرة غير شرعية إلى إيطاليا. كيف إلى دعوة ما اعتبرها برشا دعوة تحريض لقواعد النهضة بالنزول إلى الشارع في صورة عدم تراجع رئيس الجمهورية قيس سعيد عن الإجراءات الاستثنائية اللي خذها. دونك ليجي البلاغ الإعلامي التوضيحي تتعمد بعض وسائل الإعلام العربية والمواقع تحريف تصريح للأستاذ راشد الغنوشي لصحيفة كوريرا ديلا سيرا الإيطالية حول الأثار المحتملة لإجهاض العملية الديمقراطية في تونس على موضوع الاستقرار والهجرة غير الشرعية وتأثير ذلك على جيران تونس. ونود في هذا الصدد التأكيد على أنه خلافا لما أوردته وسائل الإعلام هذه المعروفة بعدائها لتونس الديمقراطية
فإن تصريح الأستاذ راشد الغنوشي هو تبيين للنتائج المحتملة للانقلاب على الديمقراطية في تونس وتأثير ذلك على الاستقرار في بلادنا وعلى المنطقة، وهو ما حصل من قبل في جميع الأزمات التي مرت بها البلاد، مما يدعونا لدعوة رئيس الجمهورية والفاعلين السياسيين في بلادنا للحوار وللعودة إلى احترام الدستور والتمسك بالنظام الديمقراطي عن مكتب رئيس الحركة. هذا البلاغ كما جاء واضح كما هو. مشيو للموزيكا رجعين.